السلام عليكم. مع اقتراب البي 40 والبي 40 برو من النزول الى ميدان الحرب بمواجهه قويه وشرسه ضد العملاق الكوري الاس 20 الترا، خصوصا بمجال الكاميرات والتصوير، وكلكم شفتوا الاس 20 الترا وحش ووحش قاهر بمجال التصوير. فهل تستطيع هواوي بالبي 40 برو منافسته، خصوصا وهي تخلي بيه اقوى المتحسسات؟ كل هذا واكثر راح تعرفوه بفيديو اليوم. اهلا بكم، وياكم محمد من قناه تك تايم، وفيديو اليوم عن بطل ابطال هواوي المنتظر البي 40 برو. ظلوا وياي. بداية بالتصميم، التأكيدات مستمرة وماكو شيء جديد يخص تصميم البي 40 برو. تقليد واستنساخ واضح للاس 20 الترا بنفس بيت الكاميرات المستطيل ونفس طريقة توزيع العدسات بالضبط. البي 40 برو شاشته راح تكون بنفس حجم الاس 20 بلس 6.7 انج من نوع اولد وبقطع كبسولة بواجهة الجهاز، عكس الاخبار الاولية اللي انتشرت ورجحت ان هواوي راح تستخدم شاشة الوترفول او شاشة الشلال. لكن احدث الاخبار تأكد ان الشاشة راح تكون منحنية الاطراف من جميع الاتجاهات، وايضا متوقع ان هواوي راح تستخدم معدل التحديث الشاشة 120 هرتز. هذا الاتجاه بدأت تتبناه اغلب شركات الهواتف المحمولة بعام 2020. ايضا راح تكون موجوده بصمه ضوئيه مدمجه بالشاشه، مع عدم وجود منفذ سماعات 3.5 ملم. شركه تي اس ام سي التايوانيه واحده من اكبر الشركات العالميه بتصنيع المعالجات، وهي اللي تصنع معالجات شركه هواوي. لكن وباحدث خطه ترامب يريد يسويها هو منع شركه تي اس ام سي التايوانيه من تصنيع معالجاتها لشركه هواوي. واللي يسال شلون وليش وش عليها امريكا بتي اس ام سي، ببساطه اصدقائي، شركه تي اس ام سي التايوانيه تستخدم معدات تصنيع امريكيه، والمقترح الامريكي الجديد يجبر كل الشركات اللي تستخدم المعدات والتكنولوجيا الامريكيه تاخذ تراخيصها قبل ما تبيعها لهواوي. واذا هذا المقترح قررته امريكا، فهواوي راح تتأذى حيل، لأن حتى بالصين ماكو خط إنتاج ما يستخدم معدات أمريكية. وبما أن هذا المقترح بعد ما يكون على الطاولة، فأغلب المصادر تأكد أن هواوي راح تستعمل معالجها الأحدث والموجود بالـ 130 برو الكيرن 990. هذا معالج رهيب وخرافي، ومع رام 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت. أما السوفت وير، الحظر الامريكي مستمر، وترامب خار راسه براس هواوي، مانع الشركات الامريكيه تتعامل وياها، وبالتالي وبتاكيد من هواوي فالبي 40 برو راح يكون بالاندرويد 10 مفتوح المصدر، لكن بدون خدمات جوجل. واغلب المستخدمين تجاوزوا خدمات جوجل المفقوده بتحميله جانبيه، واكو عده طرق لهذا الموضوع، فما صارت مشكله لان التليفون ما يتفوت. اما الكاميرات، تعتبر الكاميرات مربط فرس ونقطة قوة سلسلة البي، ونتوقع أن يكون جهاز البي 40 برو جهاز واعد وراح يوقف بوجه الاس 20 الترا اللي يحتوي على أعلى عدد من الميجا بكسل موجود بهاتف ذكي، وأيضا أعلى حجم بكسل 2.4 مايكرون. لكن خلوا نقطة ببالكم، التصوير الفوتوغرافي بدقة البكسل ما له أهمية قد ما الحجم البكسل وحجم المستشعر أهمية، لأن كل ما كبر حجم البكسل زادت الأضاءة، وهذا راح يحسن جودة الصور بأي وضع من التصوير سواء بالليل أو بالنهار. والمجتمع التقني يتوقع رد قوي من هواوي على سامسونج، لأنه بحسب أحدث الأخبار تأكد أن هواوي راح تستعمل مستشعر سوني الجديد الـ IMX 700 بدقة 52 ميجا بكسل، وهذا الرقم والدقة تقريبا نص دقة الـ S20 الترا. لكن انتبهوا لأصدقائي، سوني تعتمد على متحسس بحجم 1/1.33 مايكرون، مشابه لما موجود بالـ S20 الترا، ولكن يدعم دمج 16 بكسل، وهذا راح يعطينا حجم بكسل 4.48 مايكرون. خلينا نبسطها اكثر، الاس 20 الترا يستخدم تقنيه النانو سيل اللي يدمج لك 9 بكسلات ببكسل واحد. حجم البكسل الموجود بمستشعر سوني هو ضعف حجم البكسل اللي استخدمته سامسونج، وبالتالي راح يعطينا صور افضل مقارنه مع الاس 20 الترا. هاي كلها لحد الان ارقام، لكن هذه الارقام شو راح تترجم بارض الواقع؟ الايام واحده كفيله تبين لنا هذا الشيء. متوقع ايضا كاميرا التليفوتو توفر لك تقريب بصري 10 اكس ضعف كاميرا الاس 20 الترا. ايضا موجود كاميرا الترا وايد وكاميرا ماكرو، ماكو لحد الان تفاصيل عنهم. بالختام اصدقائي، حدث الاعلان الرسمي بدا يقترب، والعيون تتوجه لبرج ايفل وشنو ممكن هواوي تقدمه من ميزات خصوصا بالتصوير. اعلانه متوقع بشهر الثالث، اما الاسعار فمتوقع ان تكون النسخه العاديه بسعر 999 دولار، ونسخه البرو بسعر 1100 دولار. هذا ما عندنا شباب بفيديو اليوم، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. تحياتي للجميع، في امان الله.